سير اختي لهلي حرق فيك اضم على هاد الكريمه اللي وريتيني اللي تتحيد الجلد الميت وتتصفي البشره. صراحه البنات شت وجه اختي كيفاش كان وكيفاش ولا مده هادي ما شفتهاش، بقيت حاله فمي الوجه ديالها ولا بحال الطبسيل تيشعل شعيله البنات خيالك تشوفيه في البشره ديالها. السر وراتو ليا وجبتو كنجري لعندكم في مره نوريه لكم ونوريكم السر. شوفوا تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن شي حاجه طوب تتخلي لك البشره ديالك دايره بحال شي بيبي ونقيه ورطبه وخاليه من العيوب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خواتاتي والغاليات ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد. الموضوع ديال اليوم اكيد 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 غادي يعجبكم. قبل لا نبداو ما بغيتش انني فوت الفرصه انني نشكركم بزاف 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 على الثقه ديالكم وعلى الدعوات ديالكم وعلى تجربتكم لجميع الوصفات ديالي. التعاليق اللي نزلت لكم في المنتدى اللي مازال ما شافهمش يمشي يشوفهم، كنشكركم بزاف 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 لانكم كتثقوا في الوصفات وكتثقوا في القناه وكتحبوني انا كشخص. حتى انا هكاك راني كنحبكم قبل لا نكون صاحبه قناه، راني مراه بحالي بحالكم واختكم وحبيبتكم ودائما قريبه لكم في جميع المشاكل ديالكم وديال وليداتكم وعائلاتكم. المهم بالنسبه للوصفه ديال اليوم، وصفه طوب ديال طوب واقل ما يقال عنها انها روعه، وانا جايه جايبها لكم وانا فرحانه ونشيطه. علاش؟ لان المفعول ديالها رائع وشدته بعيني، ولذلك انا جايه باش نتشاركها معكم. كتصفي البشره، كتنقيها، كتحيد لنا هذوك الشوائب اللي تيكونوا في الوجه، كتحيد لنا لاطراس ديال الكنف، لاطراس ديال الحبوب، مزيانه الوجه ومزيانه المناطق الحساسه. البنات انا مده ما شفتش اختي، انا مده ما شفتش اختي، كاينه في الشمال، وملي جات وتلاقيت معاها صافي انا انبهرت. صراحه هي بيضه باش نكونوا واضحين كما موالفين، ولكن الوجه ديالها ما زاد صفاء ما زاد تنور، العنق ديالها تبارك الله هكا يعني حسن من البشره ديالي. فاش قلت لها شنو درتي قالت لي ها اللي درتها اللي درت، وحلفت حتى نشاركها معكم لانكم دائما عارفيني انا الا جربت ماما او لا اختي شي حاجه تنجيبها تنمدها لكم. علاش؟ لان بحال جربت انا هما ما غاديش يكذبوا عليا بيان سور، ماشي بحال الا سمعتها يعني من شي حد اخر تتقولي ربما ماشي بضبوطه، ربما نجحت معاه ماشي مع الاخرين، انما هي تتستعملها ولات مدمنه عليها يعني حتى عندي هنا راه تديرها بالليل دائما. بالنسبة لهذه الوصفة المكونات ديالها بساط ومعروفة بأنها وصفة صحراوية باش نتفاهموا عليها، ومعروفة بأن الصحراوة باقيين تيديروها الآن. اللي تنوجه لهم واحد التحية كبيرة للفعالية ديال الوصفات، يعني كنا مغاربة ولكن الوصفات الشعبية والطبيعية تتبقى عندها واحد الفعالية كبيرة بزاف إلا عرفنا كيفاش نستعملوها وتعطاونا المكونات مضبوطين، وهذه هي اللي حاجة مهمة وحتى الطريقة كتلعب دور. بلا ما نطول عليكم الغاليات الغزالات، غادي ندوز دابا لطريقة التطبيق ونوريكم شنو هما المكونات. وقبل لا نبداو في الوصفة راه غادي ندير معكم واحد القوماج رائع البنات أنا كنديرو، كنديرو ليدي ورجلي ملي كيتكرفسو، لأنه عقل الوجه صراحة كيعطيوك واحد البشرة زوينة وكيهيئوا لك البشره ديالك الماسك. فاش كديري لها الماسك ولا الكريم كيعطيوك واحد النتيجه زوينه اكثر واكثر واكثر واكثر. اذا غادي نديرو القماش او المقشر هو الاول، عاد باش غادي ندوزو باش نطبقوا الماسك مع بعضياتنا ونشوفوا النتيجه مع بعضياتنا. مقشره بنات غادي نحتاجوا فقط ثلاث مكونات. معروف بانني انا دائما تنخدم معكم مقشر ديال القهوه، مقشرات اخرى اللي سبق لي واستعملتهم معكم بحال ديال الحمص وما الى ذلك، مي هذا شويه مختلف بزاف. انا نقول لكم علاش، لاننا غادي نديروه بالماء ديال الزعتر، واي امراه ما كتعرفش المقشر ديال الماء ديال الزعتر يعني ما تقولش انا راني تنتهلا في الجمال ديالي. انا نقولها لكم هنا لان هذا زوين بزاف للوجه، زوين بزاف للبشره، زوين بزاف للمسام، بزاف بزاف بزاف. راكم عارفين الفوائد ديالو، الا تشرب وما بالك الا دار للبشره. غادي ناخذ الزعتر وغادي نخويو عليه معلقه، انا اللي درت هنا البنات معلقه كبيره، وخويت عليها الماء مغلي مزيان وخليته حتى برد، وها هو غادي نبداو نخدمو به حتى يتبدل لونه. شفتوه راه مبدل. غادي تاخذوا البنات الرز وغادي تطحنوه وغادي ديروه في شي اناء بحال هكا، وغادي تزيدوا عليهم فقط. هنا غادي نزيدوا غير دانون مسوس البنات، هنا غادي نديروا دانون مسوس هو اولا اليوغورت الطبيعي هو اللي غادي نديروا به القماش. غادي ناخذوا المعلقه نحركوا بعد هذا باش ينزل لتحت قد ما خليتوه، راه مزيان انا راه خليته دابا شي ساعه تقريبا راه برد كاع ياك. وغادي نشدوه وغادي نديرو هنايا مقدار اللي يخلط لينا واحد المعلقه كبيره ونص هنايا البنات ياك. ثم شنو غادي نزيدو هنايا؟ غادي نزيدو المعلقه ديال دانون اولا اليوغورت. هانتوما البنات
خاصنا هنا الخليط يجينا حرش شويه. اش اللي غادي يحرشوا لينا اولا غادي يجعلو يكون خشين؟ غادي يكون خشين بالروز، فهمتوا البنات؟ الروز هو اللي غادي يجعلو يكون خشين. غادي ديروا الروز تما جوج معالق كبارين وغربلوهم. هذا المقشر هذا ما فيه لا زيت لا والو. قلت البنات من ثلاث مكونات فقط اللي هما الماء ديال الزعتر وهاد اليوغورت الطبيعي والروز. شوفوا القوام ديالو كيفاش خصو يكون، هكا ما هوش سائل بزاف وما هوش عاوتاني واقف بزاف. غادي نشدوه نديرو به سكراب البنات اللوجه، كنحس به انا خشين، ما غاديش تبركو بزاف غير بحركات دائريه بحال هكا. غنطبقو معكم الوجه ديالي كما كتشوفوا معايا بنات، غادي نديروه في الوجه ديالنا وغادي نبداو كنطبقوه بهذه الطريقه صافي. وغادي نبداو نديرو هكا. الا كانوا عندك الرؤوس السوداء والبيضاء ودوك المشاكل ديال المسام وهادشي، ديريه حتى 10 دقائق وانت كديري حركات دائريه. كما قلت لكم انا كنحس به الملمس ديالو خاشين مع البشره ديالي لانني ما غربلتوش بزاف، غربلتو بهذه البنات. هادشي اللي دوزات هادي هو اللي درت هاد الصفايه اولا غربال رقيق. بعد ما كنبقاو ندلكو هكا ونديرو بحركات دائريه البنات واحد القماش كما قلت ديال 10 دقائق اللي عندها بزاف المسامات، يعني مخسر لها الوجه ديالها وعندها الرؤوس السوداء والبيضاء، درت اكثر ولكن غير بشويه البنات باش ما تخدشوش البشره ديالكم. دابا غادي نغسلو الماء الوجه ديالنا بالماء دافي ونرجعو باش نديرو الوصفه الثانيه اللي هي اساسيه وضروريه انكم تعرفوها وديروها. المكون الاساسي في هذه الوصفه البنات هو اوكسي. ما عمرني ما حطيت لكم به شي وصفه في القناه، يعني هذه مده وانا معكم بالوصفات ولكن ما عمرني ما حطيته لكم. بالنسبه لهذا المكون هذا احنا صراحه كنت انا كنستعملو بعد ما كنزولو الشعر، صراحه هو كيبيض البلاصه وكيمنع الظهور ديال الشعر واحد الفتره، وعاوتاني انه كيتستعمل لتقشير الحواجب، هادشي اللي كنا كنستعملوه به. انما بالنسبه للتبييض كما قلت لكم معروف على الاخوات الصحراويات بانهم كيديروه للتبييض. هاد الاخت ديالي اللي عاودت لكم عليها هو اللي دارت، وغادي نوريكم اش خلطاتو وكيفاش حتى نجحات معها الوصفه. راه قلت لكم راه قد هكا ما كيبانش في البشره ديالها، كتبان نقيه صافيه هكا كدير كتشعل، لا عنق لا وجه لا يدين، صراحه شي حاجه خيال. مع انك كتستعمل بزاف ديال لي برودوي باش تنقي البشره ديالها وهادشي، ولكن هي اصلا زوينه ونقيه، ولكن هي بغات تزيد تصفيها. وكما كنقولوا يعني اللي كيقلب على الجمال راه ماشي عيب، اللي تيقلب على انه يزيد يحسن من المظهر ديالو راه ماشي عيب كما تنقولوا. مع اش غادي تخلط؟ انا غادي نعطيكم جميع المعلومات عليها مع اش كتخلط، او نوريكم عاوتاني اختي مع اش كديرها. بالنسبه لهذه البنات كتخلط مع دانون مسوس كما وريت لكم يوغورت طبيعي، او كتخلط مع العكر الفاسي يكون مزيان ويكون حر. وكتخلط او الثانيه البنات مع شيرلي القديمه. هنا فين كاين الاشكال هو ان هاد مالي الماكياج والاعشاب وكذا ما كيبغيش يعطيك هذيك القديمه اللي مكتوبه فيها هنا اوريجينال وكتكون اصليه، وعداتها هنايا مكتوبه لها واحد الباندا مكتوبه لها هنايا شيرلي اصليه ماشي ديك الجديده، فهمتوا؟ ماشي هاد الجديده اللي كاينه دابا، هاد الجديده اللي كاينه دابا راه صفر وكتكحل الوجه، وان فوا كتحبسو من الاستعمال ديالها كيرجع الوجه يعني كيزيد يرجعوا ليه دوك البقع اكثر من اللي كان. يعني خاصني نبقى ديما نديرها؟ لا، راه خاصني انا وصفه ملي نحبسها ما يرجعش وجهي تبهدل اكثر من اللي كان ولا يرجع ليا كيفاش كان، بالعكس تبقى هي هي سواء درتها او ما درتهاش. احسن حاجه نقولها لكم في هذه الوصفه هذه قبل لا نبداو نطبقوا فيها وغادي نديرها على وجهي، علاش؟ على حساب هذوك الفهمه والفاهمات اللي غادي يقولوا لا راه غادي تحرق الوجه، لا شير اللي ماشي مزيانه. ماشي مزيانه لك انت، ما تعميش الناس كل شيء، اللي عندها حساسيه منها ما غاديش ديرها، ولذلك عطيتكم اختيارات اوكسي مع العكر الفاسي او لا مع دانون مسوس. اللي عندها الحساسيه من هذه انا بالنسبه لي ما كدير لي والو، وانا كنستعملها لتبييض المناطق الحساسه. غادي نشارك معكم هذيك الوصفه بها النيت وشوفوا الاصليه راه تيكون اللون ديالها ماشي ابيض، راه ما تتبانش لكم في الكاميرا مزيان، راه اللون ديالها بحال بيج مغلوق وجاي المارون، راه غير ما تتبانش لكم نتوما هنا مع الكاميرا كتبان لكم بحال راها هكا بيضاء او لا صفراء، لا هي راه اللون ديالها مغموق وهذيك هي اللي زوينه. غادي ناخذ منها البنات واحد الكميه بحال هكا، غادي نشدوها نديروها هنا في الزلافه هكا ديروا. انا غادي نديرها لوجهي، نديرها اليد، نديرها الرجلي، نديرها المناطق الحساسه كلشي، وانا غادي نصاوبها معكم وغادي نطبقها معكم. راه اي وصفه كنبغي نديرها انا تنطبقها معكم على وجهي. غادي نحلو هذا الساشي ديال اوكسي البنات، راه ما غالياش اوكسي اللي ما كيعرفهاش، ما غالياش تقريبا شي 13 درهم ولا ما نعرف دايره ولا 10 درهم.
غادي نخويو ها البنات هنا. هاكا راه غير اللي ما عارفش يستعملها، اما اللي عرف راه ما تخميش، راه النتيجه ديالها زوينه. وبالنسبه لي انا غادي ندير حتى العكر الفاسي البنات، ولا خصنا من قصر غادي نزيد باش نحصل على واحد النتيجه احسن وافضل. بالنسبه للعكر الفاسي البنات هذا ها اللي تيكون هكا بحال الزاج بلا ما ديريه لوجهك، هذا حاولي ما امكن تبقاي ديريه في التبريمات، ردوا البال. انا نوريكم النوع الثاني اللي تيعجبني انا انه نديرو للوجه ديالي، تيكون هو بودره وتيكون اللون ديالو غامق اكثر من هذه. انتم شوفوا نوريكم، شفتوه مركز اكثر، هذا هو اللي مزيان، راه كيتباع، هذا كيتباع للغرام. غادي نديرو منه واحد الكميه هنا البنات، غادي نديرو غير شويه تقريبا الراس معلقه، ما كثرش انا بزاف، وغادي نعجنو فيها مزيان. هذا هو سر الوصفه، هو انك تعجني المكونات بثلاثه يتخلطوا لك مزيان. وشوفي راه غير شويه 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 غادي يدير لك العنق، يدير لك الوجه، يدير لك كل شيء. شوفوا البنات، ولا خصك العكر الفاسي زيدي، كاين اللي كيديروا مع النيله الزرقاء، ولكن خصها تكون حتى هي حره، يعني ماشي نجي ندير مع اي حاجه. خاص يدخلوا لينا هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم يندمجوا عاد باش تطبقي الوصفه ديالك على كما قلت بشره نظيفه بعد ما غسلناها من سميتو من سميتو القماش. غادي نزيد هنا واحد شويه، غير شويه اللي غادي نزيد انا، نتوما لكم الاختيار، ماشي ضروري انكم ديروا قد الكميه اللي درت انا. ونزيد مازال انني نعجنهم، تتاكد عليا انني ندير هاد المكونات مزيان، يعني ندمجها مع بعضياتها، ماشي نوصل وندير يبقى داكشي مفرق. وقد ما دمجتيهم قد ما كتطلق لك هذيك اوكسي مع شيري كيطلقوا مزيان هكا بظهر المعلقه او بالصبع ديالك. صافي دابا البنات غادي ندوزو باش غادي نطبقوها مع بعضياتنا. انتم البنات غادي تشدوها غادي تبداي تطبقيها على وجهك، هادشي بالليل تنقول لك انا بالليل، عندكم تمشيو ديروها بالنهار. هاد العكر الفاسي شنو هو الدور ديالو؟ غادي يعطيك واحد اللوين زوين لوجهك، هانتوما شفتوه كيعطي هو واحد اللون رائع وطبيعي بلا فراجو بلا والو بلا غبابر بلا والو. ها صافي غادي تشدوها غادي تطبقوها على وجهكم وغادي تخليوها واحد المده ديال نص ساعه. شوف البنات بلا ما تقولوا لي واش نبات بها، ما تباتوش بها، ولكن ممنوع عليك تمشي للشمس، ممنوع عليك، علاش نقول بالليل، ممنوع عليك تمشي للمطبخ، يعني ساليتي وعشيتي الاولاد ولا ساليتي الشغالات ديالك في المطبخ عاد باش تجي طبقي الوصفات الطبيعيه. انما نديرها دابا ونمشي للمطبخ اولا، راه هذاك هو العدو ديال شيرلي، علاش خسرات شي بنات وجههم؟ راه هذا هو علاش انهم ما كيتصنطوش، راه اي ماده دهنيه تدار في الوجه حتى زيت الزيتون حتى العسل الحر اللي هو حر ممنوع تشوفني به الشمس، ممنوع نمشي به حدا البوطه، فهمتوا البنات؟ صافي بعد ما غادي تدهني وجهك بحال هكا ما تخليتها بلاصه، كلشي ديريه، ديري الجبين ديالك، العنق ديالك، كلشي ما تخليتها شي بلاصه. راه هاد الكميه واخا شتوها قليله هكا راه دير لك بزاف، وعاد انا راه كنكثر، هو راه خصو يتماصى يعني هكا يتدمج هكا بهاد الطريقه. شوفوا شنو كينوض من البشره، شوفوا ما خصوش يتماصى دابا، بلاتي شويه ينشف وغادي نماصيوه مع بعضياتنا. حطوه في وجهكم وخليوه، غادي تشوفي النتائج اللي غادي يعطيك. هو تيبدا يتفرتت الراس، صافي غادي نخليه نص ساعه نرجع معكم باش نوريكم كيفاش غادي نحيدوه. انتما البنات شوف بعد ما كيبقى البنات نص ساعه، انا ما خليتوش كاع يكمل نظرا للوقت، صافي غادي تبداو تدقوميه بهذه الطريقه. شتو صافي غادي تتبعوه بحال هكا بالقماش، البلاصه اللي ما نشفاش ما تتبغيش تقومه. شوفوا شوفوا شنو كينوض من الوجه، شوفوا العجب، شوفوا اش كينوض من الوجه، شوفوا يدي انا هنا اللي كيكونوا عندي فيه لي بوين. صافي بنات بعد ما كنقومي الوجه ديالي كامل غادي نغسلو دابا ما بارد ونرجع معكم.
بعد ما كنغسل وجهي البنات كنحصل على هذه النتيجه الرائعه. شوفوا البنات، شوفوا البرياج ديال الوجه، شوفوا هذه البلاصه غتبين لكم. شفتوا كيردك ملسة، كتحسي براسك الوجه ديالك ناعم بزاف 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 بزاف، وكتحسي به يعني رطب رطب لابعد درجه، وتتحسي به تنقى، ما تتحسيش بديك الحروشيه اللي كنحسوا بها هنايا، اولا هنايا كنكونوا حسوا بلاصه حرشه، صافي كتحسي ببلاصه ملسه ناعمه جدا. ولكن راه شوفوا شنو كيطيح فاش كنت كنقومي وجهي، شوفوا كنت حاطه هذا فوق الكبيه لان غادي نعمر بلا اللي مشى في الارض بلا اللي كاين هنا. انتم كتشوفوا راه كينقي كينقي لك مزيان. اللي قال لك هذه الوصفه راها ما كتجبدش الوسخ ديال سنين كذب عليك، كتهز لك كاع داك الجلد الميت وكتحيدو، والصراحه رائعه رائعه رائعه. شي حاجه اللي تقال عليها يعني اكثر من روعه ما كايناش، يعني شي حاجه فوق الوصف صراحه. البنات انتم شفتوا النتيجه مذهله، كنتمنى انكم تجربوا هذا الماسك هذا ولا هذا الكريم هذا عفوا، وحتى المقشر حتى هو ما نساوش حقه، راه واعر البنات وغادي ترحموني عليه. جربوا وردوا عليا في التعليق. الى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.